بكره عنده اختبار اول، اختبار مش سهل امام نيوزيلندا، عشان بس الناس ما تعتقدش ان منتخب نيوزيلندا منتخب متواضع او الاخره، لا ممكن يكون تصنيف متواضع، ولكن واضح ان المدرب الانجليزي بتاع منتخب نيوزيلندا شاف منتخب مصر، يمكن حتى في تصريحاته قال انا سعيد بان انا هلاعب منتخب في العناصر دي رغم ان انا غياب محمد صلاح، وقال ان انا كمشجع ليفربول بحب محمد صلاح جدا وبتابعه، وقال ان هو بيتابع نني وبيتابع وكان متابع حجاز ايام ما كان بيلعب في الدوري الانجليزي برضه. فيعني لا هتبقى مباراه جيده جدا، وان شاء الله ان شاء الله يبقى في حضور جماهير ان شاء الله. طالما تحدث عن المحترفين، من هو بديل محمد صلاح؟ مفيش، اذا كان ليفربول ما فيهوش بديل لمحمد صلاح. هتظلم مدرب منتخب مصر تقول بديل محمد صلاح؟ لا شوف لا هو في لعيب بكره. لا انت بتسالني مين يلعب بكره مش هنلعب 10، هنلعب 11. منتخب مصر هيلعب بكره 11 اكيد، بكره هيلعب في عنصر واثنين وثلاثه هيلعبوا مكان محمد صلاح، ممكن تريزيجيه او مرموش ناحيه اليمين. لكن بديل لمحمد صلاح، معلش محمد صلاح يعني وضع ثاني ومستوى ثاني. يعني صح لو لعبت تريزيجيه او مرموش ولا تبقى مصطفى فتحي؟ بس بص يلعب بص منتخب اسمه منتخب مصر، اي لعيب يلبس تيشيرت منتخب مصر يعني اكيد بمنحدر. انت منتخب مصر عندك ارث وعندك عراقه وعندك تاريخ، اي لعيب يلعب ويختاره كابتن حسام حسن شرف كبير جدا ليه. احنا بص تاريخيا من عشرات السنين اي قائمه للمنتخب ما بتعجبش الناس، والمدرب لو هيبص لكلام الجمهور يعني بنحسبها بالعدد، بنحسبها بالعدد بالكم مش بالكم، اهلي وكم زمالك بنحسبها بالكم.